وقت الأبطال بدأ. فنان طبق الفن، حتى تقديمه شكله فيه فن كده. طبق التقليد بس يا بابا، هم اللي مقلدين مش احنا. والله جوري سرقت الفكرة بتاعت الرز بتاعتنا، بس يعني تمام، الطعم في النهاية يكسب. كنتوا أول بأول بتنظفوا قدامكم، فما توترتوا وما حستوا، كنتوا تسمعوا التعليمات أول بأول، فكنت أنا متوقع أنكم أموركم كلها حتمشي مظبوط، البرزنتيشن حقكم حلو يعني، ما عدا يعني هذه مو مرة واو، بس يعني أنا شو قلت لك؟ أنا معك، البرزنتيشن كتير عادية. ركز على الطبقة. ما أنا بستوي بيان لا جبل. بستوي بس خفيف، نقص نكهة، نقص صوص، نقص نكهة. دكتور قبل تحطوه دكتور مظبوط؟ حسيتوا التوابل حقته تمام وكل شيء تمام؟ بس هي حلوة، أنا شايفة أنها هي حلوة كده، ما كانتش محتاجة أكتر، بس ممكن عشان يكون الطعم ألذ أكتر كان ممكن محتاجة. أنا حاسة إن الرز عندكم هو الفايز من كل الفرق. هذا ريحة رهيبة. يا فين السقفة؟ معلش سقفوني سقفوني. هصفك زي ماما. لا سقفتني ثلاث مرات. صراحة طعمها رهيب. شكرا. وأحييكم على تعاونكم كتيم. شهادة نعتز فيها. كيمستري عالي هنا. واندماجكم في الشغل بطريقة توزيعكم الشغل كانت مميزة. هاها قلت لكم ما تفرحوش بكلمة لذيذ. قالت لنا أحلى رز كلت بس خلاص. تفضل. أنا هالمرة عن جد بدي أطلب بالإسعاف. لا بلاش إسعاف. والله ولا تجربيه لا يرضى عليك. تو جاي وقت التذويق والتسمم. طيب جاي ربي اطلبوا الاسعاف. على عكس كم من فريق قررنا انه نقدم طبقين مكان طبق، وهذا يبين الجهد في العمل. نتشوق بس الشيف ياكل الماكله بتاعنا ان شاء الله يا رب. انا مصدوم يا ربي ما تضربناش الشيف بالصحه. برجر عصفوري هذا اسمه. علاش فكرنا برا الطبق انه برا الطبق برا الصندوق انه نحطه برجر داخل عصفور، هذا المنقار العصفور وهذا عينه. اي علبه منهم يا ريت شميت على العلبه انت. هذا منقار وهذه العين، والعصفور قاعد يطير فوق بركان، والبركان هو حوالي. يعني قلت الارض غير تشقط تاخذني صراحه. ثاني حاجه انه عشان البركان سخن فبيجوع بالاكل، فحطينا له اكل اولاده. وهذا هو الطبق. مخك مش طبيعي فاروق. هذا هدف مختلفين عن كل الفرق الاخرى. بدل ملح نحط سكر. هي اللي حطت سكر اولا بس طعمه ما تغير. نور حطت سكر. كيفاش؟ انا ما حدوق الطبق. فارس ليه راح؟ فارس لا تطبخ مره ثانيه، لا تطبخ مره ثانيه. اقدر انكم انتوا حطيتوا اكل. شكرا. بس انتوا حطيتوا لي خضره، ما حطيتوا لي ماني شايفه. سوري نسيت افتح البرجر. في عصفور اكل الدجاج اللي جوا. لا هي والله كلت كل الدجاج. والله والله كلت كل الدجاج. انا ما عندي حاجه ادوقها هنا. الدجاج ببطني هي عم تدور. الرز مستوي زيادة عن اللزوم. نحمد ربي اني انسحبت. نحمد ربي. الرز كله من فارس، يعني ياكله هو احسن وحده. هذه زادة مش غلطتي، غلطة نور.